بل جميع العبادات، يعني حتى من لم يصم لا يكفر، من لم يحج لا يكفر، إلا عبادة واحدة وهي الصلاة، من تركها بالكلية فقد كفر. ولهذا قال عبد الله بن الشقيق العقيل التابعي الجليل: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. الزكاة التهاون بها أمره عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، صفحت له صفائح من نار فيكوى بها، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها حتى يقضى بين العباد. فمانع الزكاة تهاونا وبخلا يعذب في الموقف، في الموقف يوم القيامة قبل أن يقضى بين العباد، وهذا لا نظير له، يعني هذا عذاب قبل أن يدخل النار، يعذب في الموقف يوم القيامة. طيب يعذب بماذا؟ سبحان الله، بالمال الذي منعه، بالمال الذي كنزه. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، استمعوا أيها الإخوة وأيتها الأخوات إلى هذا الحديث العظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وجاء في رواية أن هذا المال أنه يتبع صاحبه يوم القيامة، يتبع صاحبه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك، كلما فر منه لحقه وتبعه، حتى إذا رأى أنه لا بد منه أخذ يده ووضعها في 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 هذا الشجاع الأقرع، فجعل يعضه، وهذا جزاء له. فإذن هذا المال الذي كنزه الإنسان ولم يخرج زكاته يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ويقول: أنا مالك، أنا كنزك، في يوم القيامة. هذا في الموقف. طيب الموقف طوله يعني كم زمن الموقف، كم يوم؟ يا أخوان، من يجيب عن هذا السؤال؟ زمن الموقف كم يوم؟ 50,000 سنة. أحسنت، بارك الله فيك. 50,000 سنة، تصوروا يا إخواني، 50,000 سنة، يعني كم تعيش؟ كم تعيش؟ يعني عمرك 60, 70, 100 سنة، كم نسبته إلى 50,000 سنة؟ هذا يدل على قصر الحياة الدنيا. لكن دلت الأدلة على أن الحساب يكون في منتصف اليوم، يعني بعد 25,000 سنة. وأخذ هذا العلماء من قول الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قالوا: إن القيلولة إنما تكون منتصف النهار. رويت في هذا أثار عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس وغيرهما، أن الحساب يكون بعد 25,000 سنة. يعني تصوروا يا أخوان، 25,000 سنة،
وهؤلاء البشر يموجون على صعيد الموقف يوم القيامة، موقف عجيب. ولذلك قال الله عز وجل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، الأطفال يكونون شيبا من هول ذلك الموقف. فمانع الزكاة بخلا يعذب في ذلك الموقف، يعذب في ذلك الموقف قبل أن يقضى بين العباد، وهذا يدل على خطورة المسألة. طيب، بعد هذا ننتقل لأبرز يعني مسائل الزكاة. الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة: الخارج من الأرض من حبوب الثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام، والنقدان وعروض التجارة. أما الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فتجب الزكاة في جميع الحبوب وفيما يكال ويدخر من الثمار. فتجب الزكاة في التمر، وتجب في البر والشعير، جميع الحبوب، وأيضا ما يكال ويدخر من الثمار. أما ما لا يكال ولا يدخر فلا تجب فيه الزكاة. ولذلك الزكاة لا تجب في الخضروات، ولا تجب الزكاة أيضا في الفواكه مثل البرتقال والتفاح والموز، إلا إذا أعدت التجارة، إلا إذا أعدت التجارة وتزكى زكاة عروض التجارة. ومقدار الزكاة فيها 10% العشر إذا كان يسقى بلا مؤونة، كالذي يسقى بمياه الأمطار والأنهار والعيون ونحوها، و5% نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، وهذه حال غالب الناس إذا كان يسقى بمؤونة وكلفة. الآن أصبح يسقى عن طريق المكائن والدينموات والرافعات للماء الكهربائية، هذه الواجب فيها 5% نصف العشر. الصنف الثاني السائمة من بهيمة الأنعام، ومعنى السائمة يعني التي ترعى العشب والكلى أكثر السنة، فهذه تجب الزكاة فيها. أما المعلوفة التي تعلف فهذه لا زكاة فيها، وهذا هو رأي جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلاف الحنفية، صوم عليه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الغنم في سائمتها، فقيد وجوب الزكاة بالسائمة. إذن الزكاة تجب في السائمة من بهيمة الأنعام التي ترعى العشبة والكلى أكثر السنة. أما التي تعلف لا زكاة فيها إلا إذا أعدها للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. طيب، بعض الناس عنده أغنام يعلفها، لكن إذا أتى موسم عيد الأضحى أصبح يبيع فيها، هل هذه تعتبر سائمة؟ الجواب: لا، ما تعتبر سائمة، هذه لا تعتبر سائمة، بل هي معلوفة، وإنما السائمة التي ترعى أكثر السنة. طيب، هل تعتبر عروض تجارة؟ تعتبر عروض تجارة؟ لا تعتبر عروض تجارة، لأن عروض تجارة هي التي يبيع فيها ويشتري، وهذه إنما يبيع فيها مرة واحدة في السنة، فلا زكاة فيها. وأما مقادير الزكاة، النصاب في الإبل 5، وفي البقر 30، وفي الغنم 40، وتفاصيلها مذكورة في كتب الفقه. الثالث النقدان، وهما الذهب والفضة، وفي حكمهما الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، فهذه تجب فيها الزكاة. الأوراق النقدية سواء كانت ريالات أو جنيهات أو ليرات أو دولارات أو أي عملة من العمل، هذه تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. طيب، ما نصاب الأوراق النقدية؟ نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة في قول أكثر علماء المعاصرين، وهذا هو الذي عليه المجامع الفقهية، هذا هو الذي عليه المجامع الفقهية والهيئات العلمية، ومن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. وعلى ذلك إذا أردنا أن نعرف سعر يعني أو نصاب الأوراق النقدية اليوم، نأخذ سعر الجرام، سعر الجرام، ونضربه في 595. طيب، سعر الجرام الآن أصبح متيسر الآن في يعني الإنترنت، كان في السابق فيه صعوبة، لابد أن تذهب لأصحاب المحلات، الآن أصبح سهلا، يعني اليوم
اليوم سعر الجرام من الفضة 1.81. طيب نضرب 1.81 1.81 في 595 نتيجة 1077 ريال سعودي أو ما يعادله بالعملات الأخرى، 1077 ريال سعودي أو ما يعادله بالعملات الأخرى في هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر رمضان من عام 1441 الهجرة. طبعا هذا الرقم قد يتغير زيادة أو نقصانا بحسب أسعار الفضة. طيب من عنده 500 ريال لا زكاة عليه ولو حال عليه الحول، عنده 100 ريال، عنده 800 ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى لا زكاة عليه حتى لو حال عليه الحول، عنده 1000 ريال لا زكاة عليه حتى لو حال عليه الحول، عنده 1100 هنا تجب عليه الزكاة إذا حال عليها الحول. طيب بعض الناس يقول أنا عندي مبلغ نقدي أعددته للزواج أو أعددته لبناء مسكن أو أعددته لنفقة أو أعددته يعني لأي غرض، هل تجب فيه الزكاة؟ نقول نعم، أي مبلغ نقدي، أي مبلغ نقدي عندك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة. وذا قاعدة، أي مبلغ نقدي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة. طيب هذه إذن زكاة الأوراق النقدية، وسنتكلم عنها نعودها بعد قليل عند الكلام عن زكاة الراتب الشهري. القسم الثالث نعم، وقسم الرابع عروض التجارة، ذكرنا خارج من الأرض السامي بهمة عام النقدان، الرابع عروض التجارة. عروض التجارة هي ما أعده الإنسان للتجارة والتكسب وطلب الربح كأصحاب المحلات والدكاكين الذين عندهم سلع يبيعونها، فهذه يجب عليهم أن يزكوها. مثلا صاحب محل ملابس، صاحب محل جوالات، صاحب محل أواني، هذه كلها عروض تجارة فيجب عليه أن يزكيها. كيف يزكيها؟ يقيمها عند تمام الحول كأنه يريد أن يصفي، كأنه يريد أن يبيع هذا المحل ويخرج ربع العشر 2.5%، 2.5%. طيب ننتقل لأبرز المسائل التي يكثر السؤال عنها. أبرز المسائل التي يكثر السؤال عنها أولا زكاة الدخل الشهري. الدخل الشهري يعني هذا فيه إشكال من جهة أن الإنسان يدخل حسابه أموال ويصرف أموال ولا يدري ما الذي حال عليه الحول وما الذي لم يحل عليه الحول، مثل حال يعني كثير من الناس اليوم يكون موظف أو مثلا متقاعد أو المهم أن عنده دخل شهري، دخل شهري ولا يدري ما الذي صرف وما الذي حال عليه الحول، فكيف يزكى هذا الدخل الشهري؟ نقول أولا إذا كان لا يدخر شيئا هذا لا زكاة عليه. إذا كان لا يدخر شيء، إذا أتى آخر الشهر ما عنده شيء هذا لا زكاة عليه، هذا واضح. إذا كان يدخر، إذا كان يدخر والمدخر بلغ نصابه وهنا تجب عليه الزكاة. طيب تجب عليه الزكاة كيف يزكي؟ هناك عدة طرق لإيجاب الزكاة، هناك عدة طرق لإيجاب الزكاة يعني منها من هذه الطرق أنه يطلب كشف حساب بنكي وينظر لأقل رصيد في السنة، يعني مثلا حوله يبدأ من 1 رجب يأخذ كشف حساب بنكي من 1 رجب العام الماضي إلى 1 رجب هذا العام وينظر لأقل رصيد ويزكي. هذه طريقة، لكن هذه لا يحبذها كثير من الناس لأنه يصعب على الناس أن يذهب ويأخذ كشف حساب ويدقق. هناك طريقة أسهل، أسهل من هذه بكثير، وهي التي يطبقها كثير من الناس، وهي أنه يجعل له تاريخا محددا مثلا 10 رمضان أو منتصف رمضان يزكي فيه جميع الرصيد سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول،
ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. وتعجيل الزكاة جائز قد وردت به السنة، وتعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس، وبذلك لا ينظر لزكاة رصيده إلا مرة واحدة في السنة، كلما أتى عشر رمضان زكى جميع ما عنده ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. هذه الطريقة سهلة، هذه أسهل وأضبط وأحوط. لكن لو أراد أيضا أن يأخذ الطريقة الأولى فلا بأس. هناك طريقة ثالثة، وهي أنها يعني كلما دخل عليه شيء كتبه، وما صرف كتبه، ثم يدقق ويحسب وما حال عليه الحول يزكي. هذه ثلاث طرق، لكن أيسرها أن يحدد له تاريخا معينا في السنة يزكي فيه جميع الرصيد ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. طيب، أيضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها زكاة العقار، سواء كان أرضا أو بيتا أو نحو ذلك. العقار، زكاة العقار مرتبط بنية المالك، ولذلك لا بد أن تكون نية المالك واضحة. فإذا نوى المالك بهذا العقار عروض التجارة فيجب عليه أن يزكيها. يعني إنسان اشترى أرضا ويريد بها التجارة، يريد أن يتربص بها حتى يرتفع سعرها ثم يبيعها، أو أنه عرض سعرها الآن، هذه معدل التجارة، فيجب عليه أن يزكيها كل سنة بأن يقيمها كل سنة ويخرج ربع العشر 2.5%. أما إذا لم ينوي بها التجارة وإنما نوى أن يبني عليها مسكنا، أو يبني عليها استراحة، أو يبني عليها عقارا لتأجيره، أو أن النية كان مترددا فيها، تارة يقول أريد أن أبني مسكنا، وتارة يقول أريد أن أبيعها، فهذه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنه لم يجزم بنية التجارة، لم يجزم بنية التجارة. فيشترط لوجوب الزكاة في الأرض أن يجزم فيها بنية التجارة. طيب، الأخ الكريم يقول تعيد مسألة العقار. أقول نعم، العقار مرتبط بنية المالك، من عنده عقار، من عندها أرض مثلا، ماذا تريد، ماذا تنوي، ما نيتك بهذه الأرض؟ إن قال أنا أريد بها التجارة والتكسب، هذه تجب فيها الزكاة، أقيمها عند تمام الحول كل سنة. إذا قال لا، أنا أريد بها أن أبني عليها مسكنا، أو أبني عليها استراحة، أو أبني عليها عقار لتأجيره، أو أنني متردد، هذه لا زكاة فيها. طيب، من عنده عقار يؤجره لا زكاة في أصله، لكن الأجرة إذا حال عليه الحول وهي عنده وجبت فيها الزكاة، وإن صرفها قبل مضي الحول لم تجب فيها الزكاة. أيضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها زكاة الأسهم، زكاة الأسهم. والمساهم لا يخلو من حالين، إما أن يكون مستثمرا أو يكون مضاربا. وما معنى مستثمر، ما معنى مضارب؟ المستثمر الذي اشترى الأسهم وتركها، أو اكتتب فيها وتركها، اشتراها وتركها، أو اكتتب فيها وتركها، فهذا له حكم. المضارب معناه الذي يبيع ويشتري في الأسهم، فهذا له حكم آخر. المضارب يجب عليه أن يزكيها بغض النظر عن كون الشركة تزكي أو ما تزكي، المضارب يجب عليه أن يزكيها. فالذي يضارب يبيع ويشتري في الأسهم، نقول انظر إلى ما في محفظتك عند تمام الحول. إذا قلنا الحول يعني الحول الهجري القمري، كم في المحفظة؟ وأخرج ربع العشر 2.5%.
أما المستثمر فإذا كانت الشركة تزكي فتكفي زكاة الشركة. ومن أمثلة ذلك الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية، جميع الشركات في المملكة العربية السعودية ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل، فهذه تكفي زكاة الشركة والمال لا يزكى مرتين. وعلى ذلك فالمستثمر إذا كان داخل المملكة نقول تكفي زكاة الشركة، لا يجب عليك أن تزكي هذه الأسهم. إذا كان نعم إذا كان من خارج المملكة، يعني الشركات الأخرى التي خارج المملكة العربية السعودية لا تزكي، فيما أعلم يعني أن أكثرها ما يزكي وإنما يجعلون المسؤولية على المساهم. فهنا المساهم يسأل القائمين على هذه الشركة كم مقدار الوعاء الزكوي ويضربه في عدد الأسهم، فإذا قالوا مقدار الوعاء الزكوي مثلا ريال يضرب في عدد الأسهم التي يملكها ويزكي، فتكون بهذه الطريقة. إذن زكاة الأسهم إذا كان المساهم مضاربا يجب عليه أن يزكي بغض النظر عن زكاة الشركة، إذا كان مستثمرا يعني لا يضارب فيها لا يبيع ويشتري فيها تركها اكتتب فيها وتركها اشتراها وتركها، فهذا إذا كانت الشركة تزكي فلا زكاة عليه، وإذا كانت الشركة لا تزكي يحسب مقدار وعاء الزكوي ويضربه في عدد الأسهم التي يملكها. طيب أيضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها زكاة، أيوة نعم نرجو من الإخوة إغلاق المايك. نعم أقول من المسائل التي يكثر السؤال عنها زكاة الحلي. الحلي إذا كان الحلي معدا للتجارة فهذا تجب فيه الزكاة بالإجماع. إذا كان الحلي ليس معدا للتجارة وإنما اشترته المرأة لأجل اللبس لأجل أن تتزين به فهل تجب فيه الزكاة؟ هذه المسألة فيها قولان للفقهاء. القول الأول لا تجب فيه الزكاة، وهذا هو الذي ذهب إليه جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني تجب فيه الزكاة وهو مذهب الحنفية. من أوجب الزكاة فيه استند لأحاديث كلها ضعيفة لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، كل حديث التي يعني استدلوا بها أحاديث ضعيفة لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، مثل حديث صاحب المسكتين حديث ضعيف لا يصح، وحديث أيضا الفتخات من الورق، يعني حديث المسكتين عند الترمذي الله ورسوله هذا لا يصح من جهة الصناعة الحديثية، فضلا عن الإشكال في متنه. أيضا حديث الفتخات من ورق أن عائشة كان في يدها فتخات من ورق وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤدين زكاة هذا، قالت لا، قال هو حسبكم منه، أيضا لا يصح. حديث أم سلمة في الأوضاح لا يصح، ولهذا قال الإمام الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء. وإذا لم يثبت فيه شيء فنرجع لقواعد الشريعة والأدلة العامة. ماذا الصوت انقطع؟ الصوت واضح يا أخوان؟ كان واحد كتب الصوت. الصوت واضح؟ واضح 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 يا شيخ بارك الله. أقول نرجع لقواعد الشريعة. قواعد الشريعة أن الشيء المعد للاستعمال والقنية لا زكاة فيه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة،
فبيتك الذي تسكن فيه لا زكاة فيه، سيارتك التي تستعملها لا زكاة فيها، أثاث المنزل لا زكاة فيه، ما كان معدل للاستعمال والقنية قاعدة الشريعة أنه لا زكاة فيه. هكذا أيضا الحلي المعدل للاستعمال لا زكاة فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للنساء لما خطب بهن يوم العيد قال تصدقنا ولو من حليكن، ولو كان تجب الزكاة في الحلي لما جعله، لما ضرب به المثل في صدقة التطوع. وعلى هذا فالقول الراجح هو قول الجماهير، وهو أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه. طيب، أيضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها مسألة زكاة الدين. زكاة الدين هذه يكثر السؤال عنها. طيب، زكاة أولا الدين الذي لك في ذمم الآخرين، وأيضا الدين الذي عليك، فهما مسألتان. الدين الذي لك في ذمم الآخرين إن كان المدين مليئا باذلا فتجب عليك الزكاة أنت أيها الدائن. ما معنى مليئا باذلا؟ مليئا يعني غير معسر، غير فقير ولا معسر. باذل غير مماطل، لأن بعض الناس قد يكون غنيا لكنه مماطل، فأنت ضامن لحقك إذا كان مليئا باذلا. متى ما طلبت منه هذا الدين، متى ما طلبت منه هذا الدين سدد لك، فهذا كالمال الموجود عندك أو في يدك فتجب فيه الزكاة. أما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا فلا زكاة في هذا الدين. معسر إنسان فقير ما عنده شيء، أو مماطل كل ما طلبت منه الدين يأتي لك بعذر، وكل يوم لا عذر، كل يوم يقول أمهلني، وهذا لا زكاة فيه. طيب، الدين الذي على الإنسان هل يؤثر على الزكاة؟ ننظر، إذا كان هذا الدين مؤجلا فلا يؤثر، إذا كان هذا الدين حالا فإنه يؤثر، وتخصم من المبلغ الذي تريد أن تزكيه بمقدار هذا الدين. وضح هذه المسألة بالمثال. مثلا هذا رجل عنده 50,000 ريال ويريد أن يزكيها، لكن يطلبه زيد من الناس 10,000 ريال الآن، يطلبه الآن، فنقول اخصم 10,000 من 50,000 فتزكي 40,000. لا يجب عليك أن تزكي 50,000، تزكي 40,000. لماذا؟ لأن 10,000 هذه هي في الحقيقة ليست مالك، هي مستحقة لفلان، هي مال لفلان، مستحقة لفلان، فلان يطالبك بها الآن، يجب عليك أن تسدد له هذه 10,000، فلا تجب فيها الزكاة. أما بقية المبلغ الذي عندك هو 40,000 في هذا المثال فتجب فيه الزكاة. إذن الدين الذي عليك إذا كان حالا فتخصمه من المبلغ الذي تريد أن تزكيه، أما إذا كان مؤجلا، فلا أثر له على الزكاة. طيب، في مسألة أيضا يكثر السؤال عنها، وهي مسألة زكاة الديون المؤجلة. زكاة الديون المؤجلة يعني مثلا أنت تطلب فلانا أقساطا، يعني بعت، وهناك ناس تجارتهم بالأقساط، تجارتهم بالأقساط، يقسطون السيارات، يقسطون السلع، يقسطون يعني تجارتهم كلها قائمة على التقسيط، كيف يزكونها؟ هذه المسألة يا إخواني هي من عضل المسائل، مسألة مشكلة، لأنك إذا رأيت كلام الفقهاء السابقين تجد أن أكثرهم يرون أنه لا زكاة فيها، وإذا قلنا لا زكاة فيها هذا مشكل، كيف ما تكون فيها زكاة وهي الآن تجارة رائجة وهناك شركات قائمة وكما يقال بزنس وتجارة، وهذا الإنسان اللي ما عنده 2,000 ريال يجب عليه الزكاة، وهؤلاء التجار لا تجب عليهم الزكاة، هذا لا تأتي به الشريعة. أيضا القول بأن فيها الزكاة عن جميع السنوات هذا أيضا مشكل. لماذا؟ يعني بعض
الأقساط تصل 20 سنة، بعضها 25 سنة، بعضها 30 سنة. فلو قلنا للدائن يجب عليك أن تزكي هذه الأقساط إلى 20 سنة بأرباحها إلى 20 سنة، هذا سيؤدي إلى إفلاس بعض الشركات. والزكاة قائمة على المواساة، لا ترد الشريعة أيضا بهذا. ولهذا هذه المسألة الحقيقة المعضلة بحثها فقهاء العصر، وبحثها المجمع الفقه الإسلامي برمزة العالم، وقد شاركت معهم في مناقشة هذه المسألة، وخلص إلى قول هو في نظري أعدل الأقوال، وهو أيضا قول الذي تبنته هيئة المراجعة والمحاسبة المؤسسة المالية الإسلامية في المعايير الشرعية، وهو أن الزكاة تجب في رأس المال وربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات. أعيد مرة أخرى، تجب الزكاة في رأس المال وربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات. أنا أشوف بعض الأخوة يكتب الصوت غير واضح، يظهر مشكلة عندكم في الإنترنت، لأن الأخوة قبل الصوت واضح. الصوت واضح يا أخوان؟ في ضعف يا شيخ. ضعيف يا شيخ بارك الله فيك. طيب يبدو الإشكال يا شيخ في بعض الإخوة المايك عندهم مفتوح، فلذلك يكون الضعف، لو الجميع ينتبه على المايك حقه بس. طيب الصوت واضح الآن؟ هاي شيخنا ما زال ضعيف. ضعيف ها؟ نعم. طيب ممكن أن أجلها يعني أغلق الفيديو حتى يكون الصوت أوضح. طيب الصوت الآن واضح ها؟ على ما هو عليه. على ما هو عليه. ما أدري شو المشكلة. الإخوة يشيكون على المايك، الجميع الشباب يتكون بتشيكون على المايك حتى نسمع صوت الشيخ زين. حاضرين معنا، لأن هذا يؤثر على صفاء الصوت. واضح الآن؟ ممكن تستمر الشيخ، الصوت واضح. طيب يعني كنا قلنا بالنسبة لزكاة واضح الآن. بالنسبة لزكاة الأقساط، زكاة الأقساط نحن ذكرنا أن أعدل الأقوال هو قول المجمع الفقهي وأيضا المعايير الشرعية، وهو أن الزكاة تجب في رأس المال مع ربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات. أنا أريد أن أوضح هذا بالمثال، يعني هذا رجل باع على آخر سيارة 50,000 ريال، ركزوا معنا، باع 50,000 ريال ومقسطة على 4 سنوات، ويعني ربح كل سنة 5,000 ريال، فمعنى ذلك 50 و4 سنوات 5,000 ريال، كم يصير رأس المال مع الأرباح؟ رأس المال 50 والأرباح كل سنة 5,000 على 4 سنين 70,000. 70,000 أحسنت، يكون 70,000. طيب السنة الأولى سيزكي المقسط الدائن رأس المال وربح السنة الأولى، يعني رأس المال 50,000 وربح تلك السنة 5,000، يعني يزكي 55,000. السنة الثانية يزكي أيضا الربح اللي هو 5,000 وما تبقى من رأس المال. رأس المال لاحظوا أنه سيتناقص، انتبهوا لهذه المسألة، رأس المال سيتناقص، سينقص منه القسط الذي دفع العام الماضي. فكم يبقى من رأس المال؟ يعني هو في العام الأول طبعا إذا قلنا 50,000 هي قيمته 50,000، خلنا نقول حتى تكون أوضح بالحسبة، نقول 5 سنوات مقسطة على 5 سنوات والربح كل سنة 5,000. السنة الأولى رأس المال 50,000،
والربح 5000 يعني يزكي 55000. السنة الثانية هو سيزكي 5000 الربح مع ما تبقى من رأس المال. إذا قلنا 50000 على 5 سنوات معنى ذلك يدفع كل سنة كم؟ 10000. أحسنت. معنى ذلك السنة الثانية سيزكي، احذف 10000 من 50000 40000 زائد ربح تلك السنة 45. واضح؟ السنة الثالثة أيضا يكون زكى 10 و10، ما بقي إلا 30000 مع ربح تلك السنة 35، تصبح 35. السنة الرابعة سيزكي، سيتبقى من رأس المال 20000 مع ربح تلك السنة 25000. السنة الخامسة سيزكي ما تبقى من رأس المال وهو 10000 مع ربح تلك السنة 5000، يعني يزكي 15000. هذه هي طريقة زكاة الديون المؤجلة، تكون بهذه الطريقة، وهذا هو أعدل الأقوال كما ذكرت، ورأي المجمع الفقهي ورأي هيئة المراجعة والمحاسبة المؤسسات المالية الإسلامية، وهو أعدل الأقوال، فتكون زكاتها بهذه الطريقة. طيب شيخنا بارك الله فيك، اللي يزكي المقسط ولا المقسط عليه؟ لا، المقسط، المقسط هو الذي يزكي. اي نعم. طيب هذه تقريبا هي ابرز يعني مسائل الزكاه. الان عندنا الساعه 11:45 دقيقه، ربما ان بعض الاسئله التي تهمكم يعني نجيب عنها عبر الاسئله الوارده، والاخوه قد ذكروا لي، ارسلوا لي عده اسئله وردت منكم، لعلي اجيب عنها الان يعني في نهايه هذه المحاضره. اشكر، اكرر شكري للاخوه في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأسأل الله عز وجل للجميع الإعانة والتوفيق. والآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. طيب هل الأراضي التي بدون صك لا تجب فيها الزكاة باعتبار عدم تمام الملك لأنها مهددة بالزوال؟ اولا اذا كانت الاراضي هذه لها قيمه سوقيه ففيها الزكاه، لو عرضها للبيع لوجد مشتر لكنها اقل من الاراضي التي دون صك، على ذلك فتجب فيها الزكاه، تجب فيها الزكاه لان لها قيمه في السوق. طيب هل يجوز اعطاء الزكاه من يشك انه يتعاطى المخدرات؟ نقول عموما لا يتعاطى مخدرات أو يرتكب المعاصي عموما هذا لا يعطى نقدا، وإنما ينظر إلى حوائجه وتشترى له حوائجه سلعا. هذا الذي مثلا يشك أنه يتعاطى، يشك أنه يشتري بها دخان، يشك أنه يستعمل هذا المال في معصية، لا يسلم نقدا، يقال اكتب حوائجك، أو يتفق مع التموينات ويقال اذهب واشتري ما تحتاج من هذه التموينات. هذه أفضل طريقة للتعامل مع هؤلاء الأشخاص. طيب هذا السائل يقول عندي مبلغ أزكيه كل عام، قبل 7 شهور اشتريت أرضا وبدأت أعمر مبنى بغرض البيع، كيف أزكي والحال ما ذكر؟ الحال لم يعني الحول لم ينقطع، الحول لم ينقطع. لماذا؟ لأن كان عنده المبلغ نقدي يزكيه قبل 7 شهور، يقول اشترى أرضا، هذه الأرض عروض تجارة لأنه أراد بها البيع، فمعنى ذلك أنها إذا يعني كمل الحول يزكي. يعني مثلا هو سؤال فيه إجمال، يقول عندي مبلغ وزكي كل عام، لم يبين له السؤال متى يزكي، لكن نفترض أنه كان يزكي في رمضان، قبل 7 شهور اشتريت به أرضا وبدأت أعمر بغرض البيع، نقول إذا كان رمضان هذا العام تنظر لهذه الأرض كأنك تريد أن تبيعها حتى لو كنت تعمر فيها، فإذا كانت مثلا في حال التشطيب أو مثلا في حال قيام العظم كأنك تريد أن تبيعها بهذه الهيئة، كم زكاتها؟ كم قيمتها؟ إذا قالوا قيمتها الآن لو بعتها مثلاً 100000 تزكي 100000، إذا قالوا قيمتها لو بعتها الآن 200000 تزكي 200000، وهكذا.
طيب بالنسبة لزكاة الفطر، يعني يمكن أيضا نسينا التنبيه عليها، زكاة الفطر هي تشرع في آخر الشهر. وردت أسئلة من بعض الناس قالوا نريد أن نخرج زكاة الفطر الآن باعتبار يعني حالة الحجر الصحي. نقول لا يجوز، لا يجوز إخراج زكاة الفطر معجلة. زكاة الفطر تكون في آخر رمضان، تكون زكاة الفطر يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من غروب الشمس اليوم 28 من شهر رمضان إلى صلاة العيد، وبالإمكان توكيل الجمعيات الخيرية الموثوقة من الآن، يعني توكلهم من الآن، والجمعية لن تشتري الطعام إلا في آخر الشهر. طيب هناك مسألة متعلقة بزكاة الفطر، وهي يعني سأل عن الأخ الكريم هل يجوز إخراج زكاة الفطر من التمر دعما منا لأهل التمور. أولا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، وكان طعامهم في ذلك الوقت التمر والشعير والبر والزبيب والأقط. يعني ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة زكاة الفطر تخرج من تمر، لا ما قال هذا، إنما أمر بأن تخرج من طعام، لكن كان طعامهم هذه الأصناف، فلا يقال إن التمر منصوص عليه، إنما المنصوص عليه من طعام فقط. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالواجب في الوقت الحاضر أن تخرج زكاة الفطر طعاما. ما معنى طعاما؟ يعني قوتا يقتاته الناس، يعتبر وجبة رئيس. إذا أتاك ضيف تقدمه له وجبة غداء أو وجبة عشاء، هذا يصدق مثلا عندنا في دول الخليج العربي على الأرز، يصدق أيضا على البر، بالإمكان أن يوضع منه وجبة، وجبة قرصان مثلا أو مرقوق أو نحو ذلك. لكن بالنسبة للشعير، الشعير الآن عندنا في دول الخليج، أنا ما أدري عن بقية الدول العربية، لكن دول الخليج الشعير أصبح علفا للبهائم، هل يجوز إخراج الشعير الآن في زكاة الفطر؟ نقول لا يجوز ولا يجزئ. ولو ذهبت لفقير وأعطيته صاعا من شعير لرأى أنك تسخر به، يقول هذا للبهائم، كيف تعطيني صاع من شعير؟ طيب التمر، التمر الآن هل يعتبر قوتا أو أنه للتفكه؟ إذا أتاك ضيف هل تكتفي بإعطائه التمر؟ تجعل غداء تمرا؟ تجعل غداء عشاءه تمرا؟ كان قديما الناس هكذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، بل كان الناس حتى عندنا في المملكة يعني لما كان هناك فقر وشدة قبل عشرات السنين كان هكذا، يعني كانت يعتمدون على التمر، وكان عندهم وجبة رئيسة. لكن في وقتنا الحاضر أصبح يعني كالفاكهة، فهل يجزئ في إخراجه في زكاة الفطر؟ الذي يظهر أنه لا يجزئ، لا يجزئ. لماذا؟ لأنه لا يعتبر قوتا عند الناس اليوم، ولا يعتبر وجبة رئيسة، وإنما يعتبر يعني يؤكل التفكه، ولذلك يوضع مع القهوة، ولا يعتبرون وجبة رئيسة، ما في أحد يعتبر وجبة رئيسة. والغرض من زكاة الفطر هي إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، وذلك بإعطائهم يعني وجبة كاملة يعتمدون عليها غداء أو عشاء أو إفطارا. والتمر لا يحقق هذا المعنى، فالأقرب الله أعلم أن التمر والشعير لا يجزئان في الوقت الحاضر في زكاة الفطر. وبعض الناس يروج يقول دعم منا لأهل التمر، مثل هذه الأمور لا تدخل العواطف، ادعم أهل التمر بغير هذا، ادعم أهل التمر اشتري منهم، ادعمهم يعني بأمور أخرى، لكن العبادات الأصل فيها التوقيف، العبادات الأصل فيها التوقيف. ولذلك يعني يقتصر على ما وردت فيه السنة، والذي وردت فيه السنة هو الطعام، هو القوت، ومن أفضل ما يخرج في الوقت الحاضر الأرز. اقترضت مبلغا من شخص ومبلغ آخر من بنك ووضعتها في الأسهم وخسرت، كيف تكون زكاة كلا المبلغين، علما بأن المبلغ المقترض من شخص بقي عنده ستة أخرى أشهر وفي الأسهم ستة أشهر؟ ما دمت وضعتها في الأسهم وتركتها فالشركة تزكي، سالم من داخل المملكة، الشركة تزكي وتكفي زكاة الشركة ولا يلزمك أن تخرج زكاتها.
هل يجوز دفع الزكاة لجمعيات رعاية الأيتام؟ نعم، جمعيات هذه لها حسابات خاصة بالزكاة، فيجوز أن تدفع الزكاة لتوضع في هذه الحسابات، لكن لابد أن تكون في حساب الزكاة، لأن الجمعيات عندهم حساب زكاة وعندهم حساب آخر غير الزكاة، لابد من التأكد. وهذه الجمعيات التي عندنا في المملكة تحت رعاية الدولة وتحت رقابتها وإشرافها، لكن لابد من التأكد من أن المبلغ الذي تضعه في الجمعية أنه في حساب الزكاة وليس في حساب آخر غير الزكاة، لابد من التأكد من ذلك. ولذلك يعني لا تبرأ الذمة بمجرد أنك تودع في حساب جمعية. الجمعية طيب عندها يعني عدة مصارف، قد تصرفها بالزكاة قد تصرفها بغيرها، لابد أن تتواصل مع الجمعية وتخبرهم بأنك تقصد بذلك الزكاة. من استلف مبلغا من أخيه وصرفه في البناء ولا يوجد ماله حتى يعيده، هل يوجد زكاة تجب الزكاة على المبلغ الذي استلفته؟ إذا استلفت مبلغ وصرفته في البناء هذا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. هل يجوز أن أصلي صلاة التراويح 23 ركعة؟ لا بأس، صلاة التراويح هي صلاة الليل، وصلاة الليل لا حد لأكثرها، والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. طيب، ما حكم إعطاء الزكاة سلعا بدل النقود؟ الأصل أن الزكاة تدفع نقدا إلا إذا كان في إعطاء الزكاة سلعا مصلحة، كأن يكون هذا الفقير عند سوء تدبير للمال، لو أعطيت نقدا لا صرف بسرعة، أو أن يكون هذا الفقير قد يستعمل هذا المبلغ في معاصي كما مر معنا قبل قليل، فهنا يعني تشتري له بها السلعة. هل أفضل الزيادة على 11 ركعة أم يكتفي؟ نعم، إذا كنت ستطيل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، فإذا كنت ستطيل الأفضل أن تقتصر على 11 ركعة، لكن إذا كنت لن تطيل كما هي حال أكثر الناس اليوم فالأفضل أن تزيد على 11 ركعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والإمام أحمد محمد رحمه الله كان يعني أخذ بهذا، ذكر في ترجمته أنه كان يصلي لله تعالى تطوعا من غير الفريضة 300 ركعة، اشتهر هذا عنه، حتى إن الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام يقتدي بالإمام أحمد في هذا، لكن لما ضرب في المحنة المشهورة كان يضرب حتى يغمى عليه، ضعف بدنه فأصبح يصلي 150 ركعة. فالعمل إلى الله عز وجل، لا بأس أن تكثر من الصلاة مع عدم الإخلال بركن الطمأنينة. طيب، ما حكم القلس للصائم؟ لا يفطر، القلس للصائم لا يفطر. وما حكم إخراج البلغم؟ أيضا البلغم لا يفطر مطلقا. هذا السائل يقول: صلاة العيد إن لم يتيسر إقامتها في المساجد فمتى يكون إخراج الزكاة الفطر يوم العيد؟ أولا بالنسبة لصلاة العيد يعني هذا العام، إن استمر الحجر الصحي المنزل على ما هو عليه، فكما أفتى سماحة المفتي العام المملكة الشيخ عبد العزيز الشيخ رضا الله بأنها تصلى في البيوت بدون خطبة، تصلى صلاة العيد في البيوت بدون خطبة، وزكاة الفطر تستمر إلى حين وقت الصلاة. كم المبلغ الذي تجب فيه الزكاة؟ ذكرناه قبل قليل، السهم التي اشتراها المستثمر مثل أرضه وفرسه فكيف تجب فيها الزكاة؟ لا، ليست مثل أرضه وفرسه، الأسهم، ما معنى الأسهم؟ أول ما معنى الأسهم؟ الأسهم يعني مثلا معنى يعني نحن الآن موجودين في هذا هذه المجموعة الآن على الزوم، لو افترضنا مثلا قلنا
سنشتري مكتبة والسهم 10,000 ريال، فمنا من يدفع سهما واحدا، ومن ما يدفع سهمين، ومن ما يدفع 10 أسهم، ومن ما يدفع أكثر، ومن ما يدفع أقل. مجموع هذه الأسهم يكون شركة، فواحد منا أراد أن يبيع سهمه والآخر هذا من هذه فكرة الأسهم، هذه فكرة الأسهم. هي عروض تجارة، هي تجارة رائجة وتجارة ضخمة وتجارة كبيرة في العالم ولها أسواق عالمية، كيف ما تجب فيها الزكاة؟ يعني هذا الفقير اللي ما عنده إلا 2000 ريال وجب عليه الزكاة، وهذا يعني الثري الذي من أثرياء الأسهم اللي عنده ملايين نقول لا زكاة عليك؟ لا يمكن، لا ترد الشريعة بهذا. الأسهم تجب فيها الزكاة إذا كان يبيع ويشتري فيه وضارب فيها، فيزكي قيمتها، يزكي ما عنده في المحفظة عند تمام الحول. إذا كان لا يبيع ولا يشتري فيها، إن كانت شركة تزكي كفى، وإن لم تكن شركة تزكي أيضا يلزمه أن يزكيها. طيب، أنا نحاول نجيب على أكبر قدر من الأسئلة. عندي مبلغ أزكي، نعم هذا جمع عنه. طيب، هل الزكاة تدفع كامل أو تقسط كل شهر مثلا 10,000 تقسم على 10 أشهر، أو تدفع واحدة تقسم على الفقراء؟ الأصل في الزكاة أنها تدفع دفعة واحدة، لأن الأصل في الأوامر أنها تقتضي الفورية، لكن إذا كان في تأخير إخراجها أو في تقسيطها مصلحة فلا بأس. يعني مثلا هذا إنسان فقير، تعرف أن عنده سوء تدبير للمال، ولو أنك أعطيته الزكاة الآن في رمضان صرفها مباشرة، ثم أتاك في شوال وقال أنا فقير، فتقول أنا عندي مبلغ نقدي أريد أن أقسط على هذا الفقير على مدار العام، لا بأس بذلك على القول الراجح، لا بأس بها، لكن بشرط أنك توثق هذا، حتى لو قدر الله عليك شيئا يعرف الورثة من بعدك أن في ذمتك الزكاة. وهذه الفكرة ينبغي أن تطبقها الجمعيات الخيرية، يعني الجمعيات الخيرية ما يريدها الآن من زكوات، ينبغي أنها تراعي مصلحة الفقراء، يعني لا تسلمها لهم الآن كلها، تقسطها على مدار السنة بحيث يصبح الفقير كأنه مرتب شهري، كأنه داخل شهري كل شهر يستلم هذا المرتب أو هذا الدخل. هذا فيه مصلحة كبيرة للفقراء. حكم إخراج الزكاة خارج للخارج، لا بأس بإخراج الزكاة، زكاة الفطر لا بأس بأن تدفع في الداخل أو في الخارج، لكن الأكمل أن تدفع زكاة الفطر في اليوم الذي غربت فيه الشمس على الإنسان ليلة العيد في نفس المكان، يعني تدفع زكاة الفطر في المكان الذي غربت على الإنسان فيه الشمس ليلة العيد. غربت عليك الشمس وأنت في مكة تدفع في مكة، غربت عليك الشمس وأنت في الرياض تدفع في الرياض، لكن مع ذلك الأمر واسع، وأن شخصا مثلا يعني هو غربت عليه الشمس وهو في الرياض ويريد أن يوكل من يدفعها له من يدفعها عنه في مكة أو حتى في خارج، فلا بأس بذلك بشرط أن تصل للفقراء قبل صلاة العيد. طيب، هل تجوز الزكاة على رجل فقير لا يكفيه الراتب لكن عنده منزل ملك في بلد آخر؟ هذا الفقير ننظر، إن كان دخله لا يكفي لآخر الشهر تجب جاز له الزكاة، حلت له الزكاة. يعني هذه مسألة يا أخواني تشكل على كثير من الناس، خلنا يعني نوضحها أكثر. يعني بعض الناس يقول ما كيف يميز الفقير والمسكين من غيره؟ أقول الإنسان الذي له دخل شهري، يعني معظم الناس لهم دخول شهرية ولو من الضمان الاجتماعي أو من أي مصدر، إذا كان دخله الشهري يكفيه لآخر الشهر هذا لا يستحق الزكاة، ليس بفقير وليس بمسكين. إذا كان دخله الشهري لا يكفي لآخر الشهر، ننظر هنا، إذا كان ما عنده الشيء طبعا هذا فقير، لكن عنده دخل يكفي لعشرة من الشهر هذا فقير أيضا، لأن الفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية. المسكين من يجد نصف الكفاية أو أكثرها دون تمام الكفاية. طيب، عنده دخل يكفي إلى منتصف الشهر هذا مسكين تحله الزكاة، عنده دخل لا يكفي إلا إلى 20 من الشهر مسكين أيضا تحله الزكاة، عنده دخل يكفي إلى آخر الشهر هذا ليس الفقير ولا مسكين ولا تحل له الزكاة. فأنت تنظر لهذا الفقير إذا كان دخله لا يكفي لآخر الشهر فهو مستحق للزكاة.
أيضا هناك قسم يعني كثير في المجتمع وهو العاملون الغارمون. ما معنى الغارمون؟ الغارمين الغارمين هم المدينون الذين عليهم ديون حالة وهم عاجزون عن سدادها، فهؤلاء يجوز أن يعطوا من الزكاة ما يسددون به الديون الواجبة عليهم. وربما يعني يتأكد هذا في حق المسجونين. يعني سألني شخص قال ما أفضل ما أصرف فيه الزكاة، أنا عندي زكاة مبلغ كبير، ما أفضل شيء أصرف فيه الزكاة؟ قلت أفضل شيء تصرف فيه الزكاة أن تسدد الزكاة عن المسجونين في ديون. هذا إنسان فقير ابتلي بدين، سجن، انقطع عن أسرته وعن أطفاله بسبب هذا الدين، ربما يكون الدين ليس كبيرا، فكونك تخرج يعني تسدد عنه دينه من الزكاة، أولا أنك تزكي مالك تخرج الزكاة، ثانيا أنك تفرج كربة أخيك المسلم، فيكون لك بهذا أجر عظيم وثواب جزيل. فما أعظم أجر من ذهب لهؤلاء المعسرين المسجونين بسبب الديون وسدد الديون التي عنهم وجمعهم بأسرهم وأطفالهم. هذا يجتمع مع الأجر الذي يؤجر به على أهل الزكاة، أجر تفريج كربة أخيه المسلم. فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. طيب نشوف الأسئلة أيضا، هذه تقريبا الأسئلة التي وردتني الآن. طيب هل في المال المقدم ضمانا لدى المؤجر تجب فيه الزكاة؟ هل في المال المقدم ضمانا لدى المؤجر يجب فيه الزكاة حيث يأخذ حكم القرض أو الوديعة؟ يعني هذا المال تجب فيه الزكاة باعتبار أنه مثل مالك، أنك الحصول عليه، لكن لا يلزمك أن تخرج زكاتها الآن، يجوز لك أن تؤخر الزكاة حتى يعود لك هذا المال. لعلك توضح مسألة النية والتوكيل في الزكاة. التوكيل لا بأس أن توكل من يدفع عنك الزكاة، سواء زكاة الفطر أو زكاة المال. من الآن يعني لو أردت أن توكل من يدفع عنك زكاة الفطر لا بأس، توكل فردا أو توكل جمعية، تعطيه الآن وتقول إذا أتى 28 رمضان أخرج عني زكاة الفطر، فهذا لا بأس به. طيب يقول بالنسبة لزكاة عروض التجارة، إذا أردت أن أبيع سيارتي الشخصية هل تنقلب عرضة للتجارة بمجرد نية البيع؟ لا، هذا سؤال جيد. عروض التجارة لا بد أن تكون النية نية البيع بقصد التربح. أما إذا أراد الإنسان أن يبيع سلعة ليس بقصد التربح، وإنما سيارته يريد أن يبيعها ويشتري سيارة أخرى، أو سيارته كثر خرابها ومشاكلها وأراد أن يبيعها، أو بيتا أراد أن يبيعه، هذه لا زكاة فيها، هذه ليست، لأن ليست تجارة. ولهذا فرق الله عز وجل بين البيع والتجارة، قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. فليس كل ما أعد للبيع تجب فيه الزكاة، بل كل ما أعد للتجارة هو الذي تجب فيه الزكاة. الرجل الذي لا يرجى برؤه مريض ما يستطيع أن يصوم، فكيف يكفر في هذه الأزمة؟ يوكل، إذا كان لا يستطيع أن يصل للفقراء يوكل من يصل للفقراء، أو تبقى في ذمته حتى يعني تزول الأزمة إن شاء الله، ويطعم عن كل يوم مسكينا فإن أمكنها. طبعا بالنسبة للإطعام، إما أن يطعم في آخر رمضان أو بعد رمضان أو عن كل يوم بيومه، ولا يجزى على القول الراجح أن يخرج الإطعام مقدما، ينتظر آخر رمضان أو بعد رمضان، ولعل الأزمة إن شاء الله تزول، لكن له أن يوكل من يدفع عنه الإطعام. هل تجمع الأموال الزكوية بحيث أنها بمجموعة تبلغ نصابا؟ لا تجمع، كل مال على انفراد إلا الذهب والفضة فقط والأوراق النقدية، هذه التي تجمع. وعروض التجارة أيضا معه، لأن هذا المقصود هو قيمتها.
إخراج زكاة الفطر من الدقيق لا بأس، من البر عموما من البر لا بأس. بالنسبة للأطفال وزكاة مدخراتهم تجب من عمر كم؟ لا حد لذلك، يعني حتى لو كان الطفل عمره يوم واحد وعندها مبلغ نقدي وحال عليه الحول بلغ النصاب ما فيه الزكاة. ولذلك ينبغي لولي اليتيم أن يستثمر ماله حتى لا تأكلها الزكاة. كان عمر يقول التجربة أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة. فالزكاة تجب في أموال الصبيان والمجانين، فلا يشترط لوجوب الزكاة أن يكون مكلفا. رجل اشترى عقارا بقصد أنه يرتفع سعره ويزداد سعره ثم أنه لم يبيعه وتركه للورثة. يعني النية نية بالنسبة للعقار كما ذكرنا في المحاضرة مؤثرة. إذا كان مضى على نية التجارة وتربص ارتفاع السعر سنة كاملة فيجب عليه مزكية. إذا تغيرت النية هنا لا تجب الزكاة من حين تغير النية، لكن إذا مضى على النية سنة كاملة وهو قد نوى بذلك البيع فيجب عليه أن يزكيه. من حلت عليه الزكاة وعليه دين وقسطه كل شهر كيف يزكي؟ من حلت عليه الزكاة وعليه دين، يعني نقول يخصم الدين الحال، يعني القسط الحال يخصمه ويقول كل شهر 2000 ريال. إذن يخصم 2000 من المبلغ الذي يريد أن يزكيه. هل يجوز إخراج الزكاة عن الأبناء بدون إخبارهم؟ نقول ينبغي إخبارهم، ينبغي إخبار الأبناء. لكن إذا كان من عادة الأب أنه يخرج الزكاة عن أبنائه ولا يعترضون على ذلك فلا يلزم إخبارهم بذلك. طيب شوفوا الأسئلة، تقريبا هذه. عندي مبلغ في البنك وأسحب منه بين فترة أخرى، هل علي زكاة فيه؟ نعم عليك زكاة فيه إذا كان قد بلغ النصاب، يعني حدود 1077 ريال فأكثر، فيجب عليك أن تزكي. بعض الناس يعتقد أنه إذا كان عنده رصيد في البنك ما يزكي إلا إذا كان من التجار، هذا غير صحيح. ما دام بلغ عندك الآن 1077 ريال فأكثر يجب عليك أن تزكي. وهو أعطيكم قاعدة في الزكاة، أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40، اقسمه على 40 يخرج لك ربع العشر. طيب وهذا أيضا نفس السؤال، إذا كان عندي مبلغ فوق 50,000 ونأخذ منه بين فترة أخرى علي زكاة؟ نعم عليك زكاة، عليك زكاة. طيب هذه الأسئلة التي وردت، إذا كان أحد ما عرض السؤال ممكن يكتب سؤال الآن. نعم، المرأة التي تركت صيام رمضان بسبب الحمل والولادة ولم تصم لأسباب صحية حتى جاء رمضان آخر، تقضي بعد رمضان، يلزمها القضاء فقط وليس عليها كفارة، لأنها كانت معذورة وليس عليها كفارة في هذا. بل حتى لو لم تكن معذورة لا يجب عليها سوى القضاء ويستحب لها الكفارة، لأن الكفارة لم ترد في حديث صحيح، وإنما آثار هذه الآثار لا تقوى على إيجاب الكفارة. فالواجب على الأخت الكريمة القضاء، المبادرة بالقضاء بعد رمضان. طيب زكاة الزروع والثمار إذا كانت الأرض مسقية بمؤونة وبالسماء النهر، ننظر إلى نسبة كل منهم أم من الحكم الأغلب؟ نعم ينظر لما هو الأغلب والأكثر. فإذا كان يسقى مثلا معظم السنة بمؤونة إذن الواجب نصف العشر 5%، إذا كان معظم السنة بغير مؤونة الواجب هو العشر، فينظر للأكثر والأغلب. من عليه دين مؤجل وبيده مبلغ بلغ النصاب هل يزكي؟ نعم الدين المؤجل لا أثر له على الزكاة، يزكي المال الذي عنده بغض النظر عن الدين المؤجل، إنما الدين الحال هذا هو الذي كما ذكرنا يخصمه من الزكاة. كم نصاب الذهب؟ نصاب الذهب 85 جرام. كيف نحصل على تسجيل اللقاء؟ هذا عند الإخوة الرئاسة العامة لمسجد الحرام والمسجد النبوي قسم التوجيه والإرشاد، لعل الإخوة في قسم التوجيه والإرشاد الشيخ سلمان والشيخ ماجد يعني يضعونه على يعني موقع الرئاسة، هو لمن أراد أن يستفيد من هذا اللقاء. الميت إذا كان عليه زكاة
والورثة لا يعلمون مقدار الزكاة فماذا يفعلون؟ يتحرون بما يغلب على ظنهم أنه مقدار الزكاة، لأن بعض الناس تكون عليه الزكاة ويتساهل فيها ويموت ولا يعرف الورثة كم الزكاة الواجبة عليه. فهنا نقول إن ورثته يتحرون بما يغلب على ظنهم. الزكاة تعتبر دين الله عز وجل. والله تعالى لما ذكر قسمة الميراث قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. لا بد من إخراج الديون وإخراج الوصية قبل قسمة الميراث، ومن ذلك الزكاة. الذهب الذي يستعمله في المناسبات هل عليه زكاة؟ لا زكاة عليه، وذكرنا تفصيل ذلك أثناء المحاضرة. هل صحيح أن للصائم دعوة لا ترد عند فطره؟ نعم، هذا قد ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هي قبل الفطر أم بعده؟ هي قبل الفطر، يعني اللحظات التي تسبق الفطر، فالدقائق التي تسبق الفطر ينبغي أن ترفع يدك وتستقبل قبلة وتدعو الله عز وجل ما يحضرك من خير الدنيا والآخرة. هل مبالغ القروض التي اقترضتها من البنك لأجل البناء أيضا قرض الإسكان هل عليه زكاة؟ إذا كان لم يحل عليه الحول لا زكاة فيه، لكن إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، لأن المال الذي عندك وحال عليه الحول بقي عندك سنة كاملة ما حركته هتعلق بحق الفقراء المساكين، يجب عليك أن تزكيه، لكن تخصم من مقدار القسط الحال، القسط الحال الذي البنك تخصمه من هذا المبلغ، أو الدين الحال عموما تخصمه من هذا المبلغ. هل يجوز الصلاة على الغائب علما أنه مر على وفاته أسبوعا أو أكثر؟ الصلاة على الغائب محل خلاف كثير بين الفقهاء، وقول الراجح هو ما اختار ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن الصلاة على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل واحد فقط وهو النجاشي. النجاشي أسلم وأخفى إسلامه، لأنه لو أظهر إسلامه ما مكنوه، ما تركوه يستمر في الملك، فأسلم وأخفى إسلامه وبقي مسلما إلى أن مات. فلما مات نزل وحي عن النبي عليه الصلاة والسلام فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، لأن الصلاة على الميت فرض كفاية، ومات ولم يصلي عليه أحد. لكن مع ذلك المسألة فيها يعني اجتهادات. سماحة مفتي عام المملكة أفتى بأنه في هذه الأزمة يصلى صلاة الغائب، لأنه قد لا يتيسر كثير من الناس الذهاب المقبرة، فيمكن أن يعمل بهذه الفتوى حتى لو مر على وفاة أسبوع أو أكثر إلى شهر مثل الصلاة على القبر. عندي مبلغ في البنك وكنت أجهل أن فيه زكاة، ماذا أفعل؟ لابد أن تزكي، لابد أن تطلب كشف حساب بنكي وتزكي عن جميع السنوات الماضية. الزكاة دين الله عز وجل، والديون لا تسقط بالتقادم. أرأيت لو أن رجلا يطلبك دينا من 20 سنة هل يسقط؟ هكذا الزكاة أيضا. فحتى تبرئ ذمتك لابد أن تزكي عن جميع السنوات الماضية، والأمر سهل، تطلب كشف حساب بنكي عن جميع السنوات الماضية وتنظر لأقل رصيد في كل سنة وتزكي. ما رأيكم في جعل نصاب الأوراق النقدية نصاب الذهب بناء على أن الذهب هو الأصل وعدم العبرة بوصول نصاب الفضة؟ هذا قول لبعض الفقهاء لكنه قول مرجوح، الصواب وما عليه المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء من جعل النصاب نصاب الفضة، لأن الفضة ليس بالصحيح أن الذهب هو الأصل. الفضة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي التي كان عليها غالب التعامل، كان معظم الناس في عهد النبوة يتعاملون بفضة، ما كانوا يتعاملون بالذهب، الذهب كان قليل، يعني الدنانير قليلة مقارنة بالدراهم، كان معظم تعاملات الناس بالدراهم. ثم أن جعل النصاب هو الفضة هو الأحظ للفقراء والمساكين. الولد أخذ مني 20,000 ولم يرجعه لي، هل علي زكاة؟ ليس عليك فيه زكاة إلا إذا أرجعه لك فتزكيه عن مرة واحدة، وذلك لأن إرجاعه لك مشكوك فيه. العلاقة بين الابن والأب هي علاقة فيها تبسط، ويعني قد لا يرجع الابن هذا المال لأبيه أو العكس، ولذلك فهذه المسائل نقول لا يجب على الأب ولا الابن الزكاة إلا إذا استلم المبلغ واسترد الدين فيزكيه عن سنة واحدة فقط. هناك من توصل إلى أن الميل الشرعي
النبوي ليس هو الملة الذي عليه الناس الآن، هو مسافة القصر الحقيقية ليست 80 كيلو بل هي قرابة 130 كيلو. هذا كلام غير صحيح. مسافة القصر هي 80 كيلو متر، وذلك لأن المسافة هي 4 برد، والبريد يعادل 4 فراسخ، 4 برد تعادل 16 فرسخاً، والفرسخ 3 أميال تعادل 48 ميلا، و48 ميل تعادل 80 كيلومتر. مما يبين ذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع غادر المدينة الخامس، تبع لهذه الفائدة التي قد لا تجدها في كتاب، تبع لهذه الفائدة النبي عليه الصلاة والسلام لما سافر المدينة سافر في حجة الوداع في 25 من ذي القعدة، ووصل إلى مكة في 4 من الحجة، يعني مكث في هذه الرحلة من المدينة إلى مكة 10 أيام. طيب المسافة بين المدينة ومكة كم كيلو؟ 400 كيلو. معنى ذلك أنه يقطع كل يوم كم؟ أنت معي؟ المسافة ما بين المدينة ومكة 400 كيلو، والنبي عليه الصلاة والسلام مكث 10 أيام في قطعها، فمعنى ذلك أنه يقطع كل يوم كم كيلو؟ 40. أحسنت، 40 كيلو. 40 كيلو، والفقهاء يقولون يومان قاصدان. يومان قاصدان تعادل 80 كيلو، 40 و40. هذا تقدير الفقهاء. الفقهاء في المذاهب يقولون يومان قاصدان أو يوم وليلة، وهذا ورد في أيضا في حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل امرأة تؤمن بالله اليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة، في اليوم والليلة أو اليوم القاصدان تعادل 80 كيلو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان يقطع في اليوم 40 كيلو. ولاحظوا هذا الاستدلال قد لا تجده في كتاب، يعني هذه يعني أيضا لم أقرأها في كتاب وإنما فقط استنبطتها بالنظر والتأمل. فهذه يعني توضح لك أن مسافة السفر هي 80 كيلو، هي 80 كيلومتر، لأن مع ذاك النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يقطع 40، والفقهاء يقولون عامة الفقهاء يقولون مسافة السفر يومين أو كما ورد في الحديث يوم وليلة، يعني 24 ساعة، إما يومين يعني نهارين أو يوم وليلة. فمقدار ما يقطعه المسافر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 40 كيلو، في اليومين 80 كيلو، فمعنى ذلك أن أقل مسافة للسفر هي 80 كيلومتر. ولا نحتاج بهذا إلى كلام عن الميل والخلاف في الميل، لو أخذت بهذه الطريقة السهلة المبسطة هذا يؤكد لك قول أن قول الجمهور أن الراجح في هذه المسألة. طيب يقول أليست المسافة بمكة والمدينة سابقاً أكثر من 400؟ لا، اللي أبد هي نفسها 400 إلى الآن، قديماً والآن ما تغير شيء. أطفال يعيشون مع أمهم وقد هجرهم أبوهم ولا ينفق عليهم، هل يجب على الأم أن تخرج زكاة الفطر عن أبنائها؟ المسؤول عنهم أبوهم، لكن أرادت الأم أن تخرج عنهم زكاة الفطر فهو تبرع منها وهي مأجورة على ذلك، ولكن لو لم تفعل فالمسؤول عنهم أبوهم، وإذا لم يخرج عنهم أبوهم فهو الذي يأثم، لكن ننصح الأم بأن تخرج الزكاة عنهم وهي مأجورة على ذلك إن شاء الله تعالى. عندي مال في البنك لإخواني مجموع لم يفرق نصيب كل واحد منا، كيف نزكي عنه؟ هل نفرق ثم نزكي عن السنوات الماضية؟ نعم، هذا المال فيه الزكاة، وتختارون الطريقة الأيسر لكم والمناسبة، إما أن تخرجوا زكاته مجموعا أو أنك تعطي كل واحد نصيبه وهو الذي يخرج الزكاة، لكن لا بد من إخراج الزكاة عن هذا المال عن السنوات الماضية، سواء أخرجتم زكاته مجتمعا أو أنك أعطيت كل واحد من إخوانك نصيبه وأخبرت بأن يخرج الزكاة هو عن نفسه. الأب تسلف من ابنه 200,000 والابن يزكي كل سنة، كما ذكرنا الأب لا يجب عليه، نعم بالنسبة للابن، الابن لا يلزم أن يزكي هذا المبلغ إلا إذا استلمه فيزكي عن سنة واحدة، لأن الأب قد لا يرد عليه هذا المبلغ. العلاقة بين الأب والابن يعني علاقة فيها تبسط، وأنت ومالك لأبيك،
فقد لا يرد عليه الأب هذا المبلغ، فيعني رجوع المبلغ إليه مشكوكا فيه. وعلى ذلك نقول الابن لا يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ إلا إذا استلمته من أبيك وأرجعه أبوك لك فتزكيه عن سنة واحدة. هل هناك كتاب في الزكاة تنصحنا به؟ الحقيقة يعني الزكاة فيها مسائل، فيها إشكالات وفيها مسائل مهمة، ويعني من أفضل ما يقرأ في الزكاة الفتاوى، كتب الفتاوى عموما مثل فتاوى الشيخ بن باز وابن عثيمين. لو ذهبت لقسم الزكاة ستستفيد. أيضا فتاوى اللجنة الدائمة، كتب الفتاوى هذه يعني مفيدة لطالب العلم. أيضا ممكن تقرأ كتاب الزكاة من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، أيضا كتاب السلسبيل في شرح الدليل. كتاب الزكاة أيضا يعني هو يتميز بذكر المسائل المعاصرة فيه، فيعني هذه كتب مفيدة في فهم أحكام الزكاة. الرجل عنده مال لزوجته مقدار 20,000 ووضع عليه السنة، من الذي يزكي، الزوج أم الزوجة؟ الدائن هي الزوجة. فالزوجة إذا كانت تضمن حصول هذا المال لها، وأن زوجها باذل ليس مماطلا، فيجب عليها أن تزكيه. وأما بالنسبة للرجل إذا أخذ هذا المبلغ 20,000، يعني في الغالب أن من أخذه يصرفه، لو بقي عنده السنة كاملة ما صرفه فيزكيه. قد يقول قال كيف مال واحد يزكى مرتين؟ نقول لا، ما يزكى مرتين. الزوجة تزكي ما في ذمة زوجها وليس عين هذا المال، الزوج يزكي هذا المال بعينه، فالجهة منفكة كما يقول الأصوليون. من صلى صلوات كثيرة بغير طهارة صحيحة جاهلا بأحد النواقض، هل يلزمه إعادة الصلوات؟ نعم يلزمه، لأن ما كان من باب ترك مأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا النسيان، أما ما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. يقول المال أكثر من 1077 هو الذي تجب فيه الزكاة وقل من ذاك لا شيء فيه؟ نعم أقل من 1077 طبعا هذا اليوم، وإلا فرق يتغير هذا الرقم. هذا اليوم إذا كان أكثر من 1077 تجب فيه الزكاة، وإذا كان أقل لا زكاة فيه لأنه أقل من النصاب. أم تجمع مكافآت أبنائها كل ابن على حدة ويحول عليها الحول ويتستخدمها في حاجاتهم، هل عليه الزكاة؟ هل هذه المكافآت تبلغ نصابا أم لا؟ إذا كانت من أقل من 1077 لا زكاة فيها. طبعا بالنسبة لكل ابن على حدة، إذا كان مكافأة هذا الابن محمد أقل من 1077 لا زكاة فيها، إذا وصلت 1077 فأكثر فتجب زكاتها. هل نحتاط ونزكي عن 1000 ريال؟ 1000 ريال لا زكاة فيه، لو أردت أن تزكي لا بأس بذلك، لو أردت يعني اجعلها صدق اعتبرها صدق، لكن دون النصاب، هي أقل من النصاب. طيب تقترب من 11:30، بقي دقيقتين ونختم، ننظر في أسئلة جديدة. هل يفضل إخراج الزكاة غير رمضان بحكم أنها تكون في وقت حاجتهم أكثر؟ الأفضل، لأن بعض الناس الآن يعني أكثر الناس الآن يخرجون في رمضان، طيب في غير رمضان؟ في غير رمضان كثير من الفقراء يحتاج، ولذلك فالأفضل أن تراعي حاجة الفقير. فكلما قمت بسد حاجة الفقير وفرجت كربته كان لك أعظم أجرا وثوابا. فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة، يتيم 12:30. أشكركم جميعا، أشكر الإخوة والأخوات الحاضرين لهذا اللقاء، وأسأل الله تعالى للجميع الفقه في الدين والعلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضى، وأكرر الشكر للإخوة في التوجيه والإرشاد في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.